السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب. معكم خالد من جيمر سناك، واليوم عندي انطباعات للعبة الفضاء نو مانز سكاي. طبعا اللعبة تشوفونها بالفترة الحالية، فمهم انك تعرف شنو هذه اللعبة قبل لا تشتريها، ولازم تعرف طريقتها هل هي تناسبك او ما تناسبك. طبعا اللعبة من تطوير فريق صغير بريطاني اسمه هيلو جيمز. هذا الفريق يعني هو جديد، ما هو يعني ما عنده مثل ما تقولون هيستوري كبير في الالعاب من قبل، لانه بس طور لعبة واحدة اللي هي لعبة موبايل اسمها جوي دينجر، يمكن شفتوها في الايفون او الاندرويد او الاب ستور بشكل عام. واللعبة حاليا عندهم نو مانز سكاي، صحيح انهم داخلين بقوة في هذه اللعبة واعلامها كان قوي، لكن اختاروا كاتيجوري او خلونا نقول تصنيف جديد في الالعاب وما شفناه من قبل، اللي هو الاستكشاف في الفضاء الكبير بشكل ما تتخيلونه. على العموم اللعبة حصرية للبلاي ستيشن 4 والمايكروسوفت ويندوز، يعني اصحاب البي سي يقدرون يلعبونها. تاريخ اصدار اللعبة الرسمي هو 9 اغسطس. انا حاليا قاعد اسجل بنفس هذا اليوم، لكن ما ادري متى نزل فيديو اليوم او باكر. على العموم هذه بس المعلومات الأولية عن اللعبة. طبعا خلونا اول شيء نتكلم عن نظام اللعبة. نظام اللعبة استكشاف سيرفايفر، اعتبرها لعبة ساند بوكس، يعني ممكن تسوي فيها اللي تبي، ما تمشي على قصة معينة، تسوي فيها اللي تبي، عندك الفضاء كله تبحث عن اي شيء في هذا الفضاء وتستكشف فيه براحتك. للأمانة اللعبة تحتاج شرح شوي عشان أوصل لكم الصورة أو تعرفون شنو نوع هذه اللعبة أو تناسبكم أو ما تناسبكم مثل ما ذكرت، لكن بحاول أختصر لكم اللي التمسته واللي جربته من هذه اللعبة عشان تشوفونها وتفهمونها عدل. طبعا لو تسألت عن قصة اللعبة ما راح أقول لكم قصة اللعبة. اللعبة ما هي من النوع اللي دايركت تلقى لك شخصيات وتبدأ معهم الحوارات وتشوف قصة بعمق، لا. تقريبا هدفك في نو مانز سكاي او هدف اللعبة او شنو انت تسوي في هذه اللعبة، الهدف الرئيسي او بشكل عام هو انك توصل الى وسط المجرة، يعني هدفك مجرد استكشاف. لكن مو هذه البساطة، ممكن انك تركب مركبة وتروح تنتقل الى هذا المكان وتخلص اللعبة، لا. اللعبة تحتاج منك تدرج على مستويات وشوي شوي تستكشف اللعبة اكثر وتقدر تكملها، لكن في اشياء تسويها تدريجيا عشان توصل لهذا الهدف. طبعا الاشياء اللي تسويها اتكلم على نطاق كبير اللي هو المهمات واشياء كبيرة وراح تشوفونها الحين في الشرح. طبعا اثناء سيرك للمهمات او تحاول انك توصل لهدف معين، خلونا نقول في البدايه كانت المركبه عندي عطلانه، فيها عطلين رئيسيين، كل عطل يحتاج معادن واشياء اني اجيبها، فهذا اللي اقصده من ناحيه المهمات. لما تبي تسوي مهمه في اشياء لازم تسويها اول، فرحت بحثت عن المعادن وبعدين يعني صلحت شيء في المركبه واكتشفت اني لازم احتاج معادن اكثر. فانت الحين الهدف الرئيسي عندنا تصليح المركبه، بعدين احتجت معدن معين او مواد معينه وانا رايح استكشفهم، البدله يعني صار عندي برد ولازم اني اطور البدله، فصار عندنا الحين سبب ثالث اللي هو طورت البدلة عشان اوصل للمعدن اللي ابي اصلح المركبة. وانا ماشي لقيت لي عدو او انه مثلا مخلوقات غريبة استكشفتها وارسلت الداتا لها، وصار عندي يعني هدف ثالث او رابع. فهني هذه طريقة اللعبة، انك تمشي وتستكشف كثر ما تقدر واشياء تترابط ببعضها واحتياجات تكمل هذه الاحتياجات عشان توصل للهدف المعين. اللعبة عالمها للامانة كبير وشبه لا نهائي، حجمها كبير، مليانة كواكب بالالوف وخلونا نقول يمكن بالملايين مثل ما ذكروا. طبعا بعطيكم مثال ثاني ممكن يوضح لكم الصورة اكثر. مثلا انت لعبت 100 ساعة في نو مانز سكاي واستكشفت امور كثيرة وكواكب كثيرة، ممكن يجي لاعب ثاني يدخل في اللعبة ساعتين يشوف كوكب او اشياء انت ما مرت عليك ولا شفتها. فاتمنى هذا يعني يوضح لكم فكرة اللعبة وعنصر الاستكشاف فيها شلون شاسع وكبير. اوكي، الحين لما عرفتوا ان اللعبة فعلا ضخمة وتحتاج استكشاف واشياء كثيرة انك تسويها عشان تتقدم فيها، هل هذه الضخامة اللانهائية شيء زين او مو زين؟ خلوني اول شيء اعطيكم رأيي الشخصي بعد اتكلم بصفة عامة. انا عن رأيي الشخصي لما لعبت اللعبة في البداية انزعجت ويعني تضايقت ان في امور كثيرة لازم اسويها، اطور سلاح واطور بدلة واصلح المركبة، وانا ماشي اشوف لي عناصر كثيرة وقاعد اجمع وانترس عندي الانفنتري، ما ادري هذه الاشياء راح احتاجها، المعادن هذه احتاجها، فقمت ارمي بعض الاشياء عشان اعبي اشياء مهمه. فهذه اللخبطه في البدايه حسستني ان اللعبه شوي بتكون صعبه او مزعجه، لكن بعدين تعمقت فيها اكثر، لعبتها ساعات واكتشفت ان اللعبه جدا ممتعه وحلوه اذا انت تحب عنصر الاستكشاف والغموض وتشوف اشياء كثيره قدامك واشياء تسويها، يعني بتكون مشغول طول الوقت في اللعبه. طبعا تقدر توقف متى ما تبي وتكمل متى ما تبي. في ناس ممكن ما تحب هذا الانفتاح او هذا الشيء، عشان كذي مهم انك تشوف هذا الفيديو وترسله لاصدقائك اللي ناويين على هذه اللعبه، لازم يفهمونها قبل لا ان يتسرعون يشترونها، ممكن ما تعجبكم. لكن للامانه عن نفسي عجبني هذا الموضوع. فاللي اقصده هنا اذا كنت شخص تحب الاستكشاف وتطوير الاشياء والغموض وشعور الوحده هذا اللي شفتوه في افلام الفضاء بشكل عام اللي هم ذا مارشن، ذا انترستيلر، ذا مون وغيره من الافلام، راح يعطيك الشعور نفسه بالضبط، تحس انك انت وحيد في هذا الكوكب وتستكشف وتشوف اشياء جديده. طبعا في تطويرات، في محطات معينه بالفضاء تهبط فيها وتلقى ناس تتبادل معهم اشياء وتبيع وتشتري وتطور المركبه الفضائيه، وممكن تبدل احد المركبه الفضائيه. ففي امور كثيره مليانه اللعبه انك تسويها، يعني خلونا نقول
نادر انك تلقى لك وقت فاضي ما تدري ايش تسوي في اللعبه. هذا غير المخلوقات والاسلحه والاشياء اللي انك تسويها والسيف والبلو برينتس، المهمات اللي تاخذها من بعض المخلوقات وتروح تستكشف عنها في هذا الفضاء مثل ما ذكرت. لكن انتبه، اذا كنت شخص ما تحب المجهول ولا تحب الاستكشاف والانفتاح الكبير وتشوف موضوع الفضاء وهذه الامور ممل بالنسبه لك، ممكن اللعبه ما تناسبك. وهي نظامها ساوند بوكس، يعني انت اللي تسوي المتعه في اللعبه، ما تجيك اشياء جاهزه وتسويها. تقريبا اشبهها في ماينكرافت في بعض الامور. بخصوص الجيم بلاي، طبعا اللعبه فيرست بيرسون مثل ما تشوفون، ما يحتاجني اقول هذا الشيء، لكن خلوني اقول لكم شو الاشياء اللي تقدر تسويها. عندك اسلحه مختلفه، طبعا كل سلاح فيه اللي هو الرمايه وفي اللي هو ليزر الاستكشاف، وعندك مثلا نظاره وعندك البدله والجت باك وطبعا المركبه اللي تتنقل فيها. هذه الامور تقريبا اللي موجوده البسيطه في نظام الجيم بلاي. طبعا انت عندك انفنتري كامل تحط فيه اغراضك، وعندك اللي هي الطياره تقدر تخلي فيها اشياء، فتضبط امورك. اذا رايح تجيب معادن معينه تخلي اغراض في الطياره عشان تفضي اماكن. والطياره اللي عجبني فيها او المركبة الفضائية لما تسافر المجرات، فعلا شفت لي كوكب وجهت عليه طلع لي الوقت اللي راح اوصل فيه مدة نص ساعة. تخيلوا حجم اللعبة، يعني نص ساعة انت متجه الى كوكب، فقلت هذا شيء غبي صراحة. لكن بعدين اكتشفت ان في سرعة وفي البولز القوية، السرعة الخارقة اللي خلت النص ساعة هذه صارت دقيقتين. فتنقلك في الفضاء شيء جميل والشعور حلو وتحس بالمسافة فعلا، ولما تهبط بالكوكب راح يجيك شعور بالغموض، وتنزل في هذا الكوكب بتشوف اشياء جديدة تستكشفها. يعني الجيم بلاي صراحة بين الشخصية نفسها الفيرست بيرسون وبين المركبة الفضائية والتنقل في هذا الفضاء. طبعا من الأشياء اللي عجبتني، ممكن مثل ما ذكرت لكم، حجم المجرة الكبير فيها كواكب كثيرة، ممكن أن تهبط على كوكب معين وتحط علامة، ممكن ما في أي شخص زاره من قبل، فأي شخص بيزوره بعدين بيشوف علامتك ويبين عنده اللي هو البلاي ستيشن آي دي مالك أن أنت شخص وصلت لهذا المكان. هذه شغلة عجبتني بصراحة. بخصوص جرافيكس اللعبة، للأمانة ما هو قوي وشفت فيه ضعف أحيانا وبعض الأشياء المزعجة، لكن بشكل عام إن اللي عجبني فيه إنه جميل مميز مختلف عن باقي الألعاب. يعني ما هو واقعي، خلونا نقول له جو مختلف أو غير عن المعتاد اللي نشوفه في الألعاب. في مؤثرات جميلة، في مثل مخلوقات مثل ما ذكرتكم، يعني خلونا نقول شكل المخلوقات عجبني، لكن التكستشر أو تفاصيل ما كان يعني بذاك المستوى. طبعا الكواكب مختلفة، في صحاري، في غابات، في بحار، كهوف، ومثل ما ذكرت إن ملايين الكواكب، كل كوكب بيكون له بيئة من ناحية الشكل ومن ناحية نفس المؤثرات اللي تجي عليك، كوكب بارد، كوكب حار، كوكب في ما في أكسجين، يعني من هذه الأمور. الحين لو بتكلم عن عيوب اللعبة أو الأشياء اللي ما عجبتني فيها، أول شيء عندنا موضوع الكاميرا. الكاميرا للأمانة مسوية زوم شوي، وحسيت في يعني شيء مزعج. ودي ان تعرفون لي ودك انك تدفع الكاميرا شوي، لان كل شيء قريب، السلاح قريب بالشاشه. اتوقع ان هذا من الفيدباك لو الناس تتكلم عنه اكثر، ممكن يسوون زوم اوت مثل ما حصل في لعبه ريزيدنت ايفل من قبل. ثاني شيء الموت في اللعبه، اذا مت في اللعبه راح تموت ويصير لك ريسيت في مكان معين، لكن اغراضك تطيح منك في مكان يعني معين، فلازم ترجع تاخذ الاغراض، نفس لعبه دارك سولز تقريبا. هذا الشيء ما عجبني واشوف انه مزعج. تخيل انت تجمع معادن واشياء وجمعتها، بعدين يجي واحد يقتلك تطيح في مكان معين، تعال ارجع روح جيب هذه الاغراض. فهذه الشغله الثانيه اللي ما عجبتني في اللعبه. الشيء الثالث اللي هو يعني ما اقول لكم ما عجبني، عجبني شكل او عالم اللعبه بجرافيكس اللعبه، لكن فيه ضعف للامانه. يعني ما ادري ليش ما اشتغلوا عليه اكثر من كذي، المفروض انه يكون جرافيكس يعني قوي، خصوصا ان قربنا على 2017 واللي شفته الصراحه جرافيكس كانه بدايه الجيل او من الجيل السابق. الحين بعطيكم الخلاصه عن لعبه نومانز سكاي، اتمنى تكون واضحه لكم. لعبه نومانز سكاي لعبه مختلفه، والمختلف في ناس يحبون الشيء المختلف، في ناس ما تحب الشيء المختلف. يعني اللعبه تقدم لك تجربه جديده ومليانه محتوى وساعات لا نهائيه، ممكن اذا تبي تركز على المهمات الرئيسيه تخلصها باقل من خلينا نقول 70 100 ساعه. وفي ناس يقولون ان او اشاعه سمعنا ان في ناس خلصوها ب 30 ساعه، يقصدون المهمات الرئيسية، مو انك خلصت عالم اللعبة. اللعبة يعني تحتاج لك مئات الساعات او الف او اكثر من الوف الساعات عشان تخلص اللعبة. فاللعبة تقدم لك محتوى كبير، ومثل ما قلت لكم حطوا تحت خطين اللعبة مختلفة عن باقي الالعاب. طبعا حط في بالك اني ما اقدر اقيم اللعبة من 10 حاليا، لان هذا مقطع انطباعات، اما اذا كان مقطع مراجعة مثل ما تشوفون في القناة راح اعطي اللعبة من 10، لاني للحين مكمل فيها. لكن لو سألتوني عن رأيي الشخصي صراحة استمتعت فيها وعجبتني، وناوي اني اكمل اكثر في هذه اللعبة. لكن الفيديو متروك لكم تشوفون او تاخذون عنها فكرة، عشان لا تاخذوا بكلامي، لان هذا رأيي الشخصي، فالناس اذواق، ممكن تعجبكم ممكن ما تعجبكم. في النهاية اشكركم على المتابعة، واتمنى عجبكم المقطع واخذتوا فكرة واضحة عن لعبة نومانز سكاي. اتمنى تنشرون هذا الرابط لاصدقائكم. في ناس تسألني اشتري لعبة او ما اشتريها، فأتأكد ان في مئات والاف من الناس يبون يعرفون اللعبة هذه تناسبهم او ما تناسبهم. مثل ما ذكرت لكم، في ناس راح تعجبهم، في ناس ما راح تعجبهم، فضروري ان تشوفون يعني الانطباعات هذا وتاخذون فكرة عنها. بحاول ان شاء الله اتقدم اكثر في اللعبة
اللعبة ممكن أنزلها مقطع مستقبلي أو بعض البوستات في الإنستغرام، فحاولوا تشوفون هذه الأمور، ممكن تغيرون رأيكم إذا ما عجبتكم. فإذا كان في أي سؤال عندكم اتركوه في الكومنت وبحاول أجاوب عليه، وأشكر بلاي ستيشن الشرق الأوسط على توفير نسخة الإعلاميين أو النسخة الخاصة مثل ما تشوفون هذه قدامكم، كان شيء مميز وشيء حلو منهم وأشكرهم على هذا الشيء. وصلنا لآخر شيء، يعطيكم العافية على المتابعة وإن شاء الله أشوفكم في مقاطع مستقبلية. كان معكم خالد من جيمرز ناك ومع السلامة.